دلوقتي معدنا مع العالم الجليل الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، واللي هنواجهه بحكاية إلغاء الهيئة زي ما بيتقال في أوساط القطاع السمكي، وتحديات تسعير إيجارات المزارع وتطوير المفرخات السمكية، وطرح 21 موقع بحري لاستزراع أفخر الأسماك المصرية. تعالوا نقابله. أنا عايز أعرف من حضرتك، هو من يحكم قطاع الأسماك النهاردة في مصر؟ ما يقال إن الهيئة هيتم إلغائها، عايز أفهم القانون تم إقراره لجهاز جديد للاستزراع السمكي وإدارة البحيرات، تنين لائحة تنفيذية، محدش فهم حاجة، فهمنا دكتور. لا يا فندم، هو سعادتك القانون الخاص بهيئة الثروة السمكية كان من سنة 1983 ولازم يتعدل. لازم يتعدل لأن هناك متغيرات محلية ودولية وعالمية في كافة قطاعات الثروة السمكية في مصر. كان في أكتر من شباك بيتعامل مع أي واحد عايز يطلع رخصة وبيتعب جدا في خلال هذه الإجراءات، فكل هذه الأمور طبعا تم تغييرها من خلال قانون الجديد رقم 146 لسنة 21 الخاص بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. هتندمج بداخله هيئة الثروة السمكية. بالضبط كده، هتبقى هيئة الثروة السمكية مع هيئة تنمية البحيرات السد العالي، جهاز مستقل بعيد تماما عن وزارة الزراعة، هيتبعه لمجلس الوزراء بعد كده. تمام، هيتبع مجلس الوزراء. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب مننا الاهتمام بالمفرخات، عملنا ايه؟ دلوقتي موجود شركة المقاولين تبع للشركة الوطنية بتعمل رفع كفاءة لمفرخ غرف حسين ومفرخ صحاري، وهنشتغل بعد كده في ابو سنبل ان شاء الله. متوقع في خلال 4 شهور نكون خلصنا كفاءة هذه المفرخات بعد ما كانت بتدي 20 مليون زريعة في الموسم. ان شاء الله متوقع السنة دي هتنتج حوالي 40 مليون زريعة، السنة اللي بعدها الكفاءة بتزيد، عندنا مفرخ في الشوم الجميل هينتج حوالي 12 مليون زريعة، رفعنا كفاءة المفرخ اللي موجود في الكيلو 21 بدل ما ينتج 3 مليون، متوقع ان شاء الله ينتج 12 مليون السنة دي من الزريعة الأسماك البحرية. طبعا احنا داخلين في مشروع استثماري كبير جدا اللي هو مشروع الأقفاص البحرية اللي اعلنا عنه في استثمار قريبا، 21 موقع ده يعمل استثمار كبير جدا وينقل مصر لنقلة كبيرة جدا. يمكن انا اعلنت في الافتتاح النهاردة عن المشروع القومي للأقفاص البحرية، ونتمنى يكون فيه استثمارات كبيرة، وان شاء الله بنشتغل في الملف بتاع التصدير لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وهنشتغل بقى على البروسيسنج اللي هي بقى حفظ الأسماك والتكويد. تكويد المزارع. تكويد المزارع بالضبط كده ان شاء الله. ايه اللي بيخلينا نتأخر دايما في تكويد المزارع؟ هو اولا القانون القديم كان عائق بالنسبة لنا، لان كان في مادة في القانون بتقول ان استزراع السمك قائم على مياه الصرف الزراعي، ودي طبعا حاجة لا تصدق يعني. دي طبعا كان هذا القانون وهذه المادة حذفت تماما، وانا قعدت مع الزملاء الممثلين للاتحاد الاوروبي في وزاره الخارجيه وقلت لهم الكلام ده من 40 سنه، وفي 40 سنه كان عندنا 200 300 مزرعه، احنا دلوقتي عندنا اكتر من 5000 و7000 مزرعه بحريه وعزبه، كان عندنا تكنولوجيا واحده في استزراع العزب، بقى عندنا اكتر من تكنولوجيا، بقى عندنا تكنولوجيا تدوير المياه، بقى عندنا استزراع مكثف، بقى عندنا تكنولوجيا جديده، منظومه اختلفت تماما عن سابقه، بس كان لازم نغير في القانون. بالاضافه ان احنا خلال العام الماضي اشتغلنا على منظومه كبيره ومهمه جدا وهي تطبيق الامان الحي وفي المزارع السمكيه. اخيرا هيبقى عندنا جهاز في الدولة متفرغ لرعاية القطاع السمكي والصيد الحر والنهوض بالبحيرات والبحار ونهر النيل وزيادة المخزون السمكي فيها. الدولة بتسعى بقوة لتأمين مصادر البروتين لكل مواطن، ولازم نسند.